السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهارده إن شاء الله معانا درس جديد من دروس خط إيه؟ خط النسخ. هنكتب آية قرآنية وبعد كده إن شاء الله هنشرحها ونشوف الخط بتاعنا إيه بالظبط. شوف التشكيل يا جماعة. لا نحزن إن الله معنا. الآية دي يا جماعة في سورة إيه؟ سورة التوبة. سورة التوبة فتح الله عليك. الآية رقم إيه؟ 40. تمام؟ إلا تنصروه فقد نصره الله إذا أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا. طيب سياق الآية دي لما خرج الرسول عليه الصلاة والسلام من مكة يعني أجبر على الخروج من مكة كان المشركين تأمروا عليه طبعا على قتله فأذن الله سبحانه وتعالى له بالهجرة فاختار أبو بكر الصديق معه. تمام؟
إذا أخرجك الذين كفروا بثانية اثنين، كان مقصود بثانية اثنين سيدنا أبو بكر وسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. إذ هما في الغار، لما راحوا في غار، الغار هو غار إيه؟ غار ثور، في جبل ثور يعني في أطراف مكة. فأول ما دخل في الغار وقعدوا فيه ثلاثة أيام، طبعاً لأن كان مشركين بدوروا عليه عايزين يقتلوه، وطبعاً اشتد البحث والكلام ده، فقعدوا في الغار عشان الأمور تهدى والمشركين يرجعوا يعني ويبطلوا البحث عنه. فهم الواقفين المشركين حوالين الغار، سيدنا أبو بكر يعني أصابه بعض الحزن من شاف المشركين خلاص يعني. فيقول الرسول صلى الله عليه وسلم: والله لو نظر أحدهم تحت قدمي لرآنا. تمام؟ فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول له إيه؟ ما بالك باثنين الله ثالثهما، ما بالك باثنين الله ثالثهما، يعني ما تقلقش ما تخافش يا سيدنا أبو بكر. سيدنا أبو بكر كان خايف على الرسول عليه الصلاة والسلام، مش خايف خوف على نفسه، خايف على الرسول عليه الصلاة والسلام من المشركين لو تركوه هيقتلوه. تمام؟ فقال له: لا تحزن إن الله معنا. معنا المعية دي اسمان، إيه وإيه؟ حد يعرف كلمة معنا؟ نوعين، المعية نوعين. النوع الأول اللي هي نعم لا، المعية نفسها نوعين، معية عامة تشمل جميع الخلق المؤمن والكافر والكائنات، المقصود بها العلم والإحاطة، إن الله سبحانه وتعالى يعني والله معكم أينما كنتم، يعني في أي مكان ربنا مطلع بعلمه علمه، دي تشمل إيه؟ تشمل كل إيه؟ البشر. إنما المعية الثانية المقصود بها إيه؟ معية النصر والتأييد والحفظ، النصر والتأييد دي المقصود بها في الآية. لا تحزن إن الله معنا، يعني ربنا هينصرنا ما تقلقش، يعني ربنا معانا. لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى، يعني ما تخافوش أنا معاكم، يعني أنا هنصركم خلاص. تمام؟ فالمعية الثانية المقصود بها معية النصر والتأييد، ودي بتكون لمين؟ للمؤمنين والأنبياء والمرسلين، يعني شاملة جميع أتباع الرسل كمان. خلاص عرفنا كده يا جماعة شرح الآية. طيب نبص بقى للشرح معنا في الخط. لا، هنا لام ألف، لام ألف دي في لام ألف ثانية. تمام؟ لام ألف في لام ألف في شكل ثاني، اللي هي بعد كده ببدأ بالزراعة ده الأول وألف يدي وأصعد وأطلع. تمام؟ لو عملت خط هلاقي هنا في نقطتين وهنا في نقطتين، يعني مساحة أربع إيه؟ أربع نقاط. بس اللام ألف دي في الغالب بتأتي معاها ألف، يعني يتم استخدامها مع إيه؟ مع الألف، ما تكونش إيه؟ مفردة. وفي هنا شايفين تحت فيها دوران، انما هنا القاعده مستقيمه ويعني منحدره من اعلى لاسفل قليلا، وبيكون هنا الجزء ده مقدار نقطتين، هنا بيكون الجزء ده مقدار نقطه ونص. خلاص يا جماعه؟ يعني المسافه دي بتكون نقطه ونص، هنا بنقطتين. لا تحزن، التاء مع حرف الحاء، التاء ليها شكلين مع الحاء، ده شكل، في شكل ثاني اهو تاء بالشكل ده وارجع واخد من هنا واعمل الزين، ماشي يا جماعه؟ اهو ده شكل وده شكل. طيب الشكل ده شايفين الحاء تحتيها ما خلاش هي فيها فروض، هنا فيها فروض. تمام؟ انما العكس دي الحاء بتكون يعني اقل من ايه؟ من بداية ايه؟ التاء. طيب حاجة تانية، دي بتأتي مع حرف تاني يعني غير الحاء، بتأتي مع حرف الميم، إنما دي لا تأتي إلا مع حرف ايه؟ الحاء. يعني ما ينفعش أحط الشكل ده وأحط تحتيه ايه؟ ميم. لا، هنا دي بتأتي مع الحاء مع الميم. لا تحزن إن الله معنا. شوف هنا حرفين، يعني هنا كاسة وهنا كاسة، كاسة النون، هي طبعًا الحروف اللي بتنزل تحت السطر، إحنا عارفين القاعدة. النون، فأنا رفعتها على حرف إيه؟ الزين. لفظ الجلالة، لفظ الجلالة ألف أولانية أهو يكون فيها ميم، واطلع شوف صعود حاد، شايفين الصعود ده يا جماعة؟ صوت حاد، ما خدهاش بدوران، وباخد من هنا واطلع تاني، شبه الشدة، شبه يعني شبه الشدة اللي بعملها اللي هي دي أهو.
شبه والشكل بتاعها شكل كونوسل، يعني من تحت القاعده عريضه ومن فوق ايه؟ مضمومه شويه. وبعد كده بحط ايه؟ الهاء بتاعتي اللي هي الهاء شبيهه بايه؟ بالسكون مقلوبه، السكون بناخدها كده تمام؟ هي دي السكون، دي بتكون مقلوبه بتكون مع لفظ ايه؟ الدلاله. هنا العين، ما قلنا العين بتكون مقروصه في خط النسق، العين الوسطيه والعين ايه؟ المنتهيه، انما العين المبتدئه بتكون مفتوحه. العين في اي استفسار في الجمله دي يا جماعه؟ يعني واضحه؟ في حاجه مش واضحه فيها؟ اتمنى يكون ايه الشرح يعني واضح، ونكتب في الكراسات ونصحح. شكرا.